يا ولد لسه بنتكلم بقى على الخضر، والخضر على طول بيعمل تاكلينج ويطلع كورته اللي فاتت في منتهى الجمال. الاتاك بقى المره دي، الاتاك بقى المره دي راحت في الشمال، انطلاقه وفرصه جديده لصالح المنتخب اليمني. كره جول، كره جول، هي جول، هي جول، هي جول. المنتخب اليمني كان واضح من البدايه، احمد ماهر بالمهاره والشطاره والجمال يسدد هدف في منتهى العظمه والدلال. لا والله ده الجمال عدى الكلام، ده الجمال عدى الكلام. المنتخب اليمني يسجل امامنا هنا، وكان هناك اجراس انذار. بص بقى جاسم العرضيه الخطيره، واحمد ماهر من لمسه واحده كان يجرى ايه؟ علي جرى من مراسيلك، علي جرى، بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرى. اه من اللي جرى احمد ماهر بمنتهى المهاره، وقلتها لك يا ماهر الثالثه ثابته، قلتها لك يا ماهر الثالثه تبتة. اتت الفرصة الاولى مرت بجوار القائم، الكرة التانية تصدى ليها حارس المرمى، لكن التالتة على طول كانت في الشباك من المميز وقائد الفريق ومن غيره. المسؤولية الكبيرة على عاتقه احمد ماهر. كويس قوي لاعب منتخب سنغافورة، وبالتالي حكم المباراة يعني كان رحيما في حين عدم اشهار الانذار. مرة تانية جنب الشمال يا ولد جاسم، جاسم حط المباراة دي على حدود منطقة الجزاء. التالي 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 التالي، منتخب اليمن يعود من جديد ويسجل من جديد عن طريق حمزه محمد. انا يماني واليمن اصل العرب، طيبه وحكمه، ترابه كالذهب. الله 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 على اقدام الذهب هنا من جانب حمزه محمد. حمزه يسجل امامنا في هذه اللقطه، وسط طبعا الاحضان. بالاحضان يا حبايب ما يكذبش خبر، اخذ القرار وسدد كوره زحفه ارضيه على يمين حارس المرمى علشان يعملها للمره الثانيه المنتخب اليمني. دي ليله بيضه، دي ليله بيضه. المنتخب اليمني اليوم يسطع في سماء فيتلام. ميروسلاف سكوب ان شاء الله يعطي التوجيهات والتعليمات فيما يفيد المنتخب اليمني في العمر وزمن الشوط الثاني من هذه المباراه. وماهر والثالث، ماهر والثالث، ماهر والثالث، ماهر والثالث في ظل الحفاظ على النتيجه. ماهر يطير باحلام اليمن ويسجل ثالث الاهداف، ويسجل ثالث اللقطات المضيئة في هذه المباراة. ماهر الباهر بالرشاقة واللياقة والأناقة واللباقة والكثير والعديد من الشياكة. يا ولد يا ماهر، يا ولد يا ماهر، ماهر اسم على مسمى. وسط طبعا احتفالية، وبالأحضان يا حبايب، بالأحضان، بالأحضان يا قرايب، بالأحضان. بقول لحضراتكم في ارتباك واضح وفي خلل واضح في دفاع منتخب سنغافورة، والمنتخب اليمني يستغل هذه الأخطاء، هذه الهفوات، هذه الكوارث الموجودة فعليا في قلب دفاع المنتخب السنغافوري. وادي أحمد ماهر بمنتهى المهارة والشطارة يضع بالقدم الشمال على طريقة الأرتو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.